لو في نصيحة واحدة أو حاجة عايز أقولها لنفسي قبل ما أقولها لأي حد، إنه مهما عديت بأزمات ومهما عديت بأي مشكلة في حياتك، ففي وسط كل الخسائر دي حاول تفضل كسبان نفسك. صاي زي ما انتم شايفين كده من الفيديو، فالبيج بتاعتي اتسرقت. عشان كده انا عملت الفيديو ده عشان اتكلم معاكم واقول لكم ايه اللي حصل معايا بالظبط، عشان لو حد عنده بيج على فيسبوك او عنده بيزنس بيديره من على الفيسبوك يبقى واخد باله ما يحصلش معايا نفس اللي حصل معايا. كمان في نهايه الفيديو حابب اتكلم اكتر عن الخواطر او الحاجات اللي انا اتعلمتها على المستوى الشخصي من الموضوع اللي حصل معايا. لو انت مهتم وعايز تعرف اكتر كمل الفيديو، ولو انت مش مهتم فحابب اكد عليك ان ده مش نفس المواضيع بتاعت الكتب اللي كنا بنتكلم عليها في الشانل قبل كده. لو فيكم حد ما يعرفش، فدي بيج بتاعت بروجكت كده كنت بداته من فتره له علاقه بتعليم الاطفال، هبتكلم عنه في فيديو منفصل يعني، بس خليني احكي هنا اكتر عن اللي حصل معايا في موضوع البيج ده. الموضوع بدا معايا بان انا جالي نوتيفيكيشن على فيسبوك ان في شخص معين اكسبتد يور فريند ريكويست، وانا اصلا ما بعتلهوش اد. فدخلت على الاكونت بتاعه لقيت اسم غريب كده، لما ترجمته لقيت ان هو مكتوب باللغه الروسيه. فقلت خلاص ده ممكن يبقى انا بعت بالغلط مثلا، او حد انا كان عندي في او حد انا كنت بعت له اد مثلا، مع اني انا متاكد 100% ان انا ما عملتش ده، ممكن يبقى هو غير اسمه بعد كده. فانا مش عارف ليه سبته وما عملتلوش ام فريند، بس ما علينا، سبته وخلاص. كنت مشغول شويه، كسلت اعمل له ام فريند. بعدها بيومين لقيت البيج عندي منزله بوست الاعلان كريم كده بتاع اطفال، وواضح كده ان هو اسمه منتج اجنبي مش مصري، والناس اللي عامله لايكس عليه ناس اجانب، والبوست اللي نازل ده مش نازل على التايم لاين. فاكتشفت بعد كده ان هو عامل فيسبوك ادس او عامل اعلان، والاعلان اللي انت بتعمله ده مش لازم يبقى بينزل على التايم لاين، ممكن يبقى بيوصل للناس اللي انت مستهدفهم بس ما ينزلش عندك على التايم لاين. فقلت ممكن برضو يبقى دي بالغلط مثلا، حد بيعمل اعلان بلينك البوست يمكن دي موجوده مثلا فهو عملها بالغلط. فقمت داخل مسح البوست ده خالص. بعدها لقيت ان في ناس بتبعت لي على الواتساب بتاع الشغل ان هم عايزين المنتج ده او بيسالوا عليه، واخدين سكرين شوت من البوست ده ان هو نازل على انستجرام. فقلت خلاص ممكن عشان انستجرام مربوط بفيسبوك مثلا فهو نزل على الاثنين. قمت داخل حذفه من انستجرام برده. لحد دلوقتي كان في حاجه غريبه بس لحد ما تمام شويه. بعدها بدخل بالليل في نفس اليوم على البيج من الاكونت بتاعي، ما لقيتش نفسي، وهنا كانت الصدمه. في الوقت ده انا كنت مصدوم جدا، متوتر جدا، مش عارف اتصرف اعمل ايه اصلا. ده مجهود 3 سنين مش انا لوحدي، ده مجهود ناس معايا عماله تنزل بوستات وكونتنت وديزاينر وعمالين بنلف لفه كبيره كده عشان نوصل للرقم اللي كان موجود على البيج ده اورجانيك من غير اي فلوس. كنا واصلين ل 17000 لايك الحمد لله و 18000 فولور، فالحمد لله يعني. فبس اعمل ايه. قمت داخل من الحمد لله، انا كنت سايب اكونت تاني بتاع الشغل حطه ادمن معانا عشان لو الاكونت بتاعي لا قدر الله اتقفل حصل اي حاجه يبقى في حد تاني بديل. فقمت داخل عليه وضايف نفسي. بس وانا داخل اضيف نفسي لقيت ان في حد عامل طلب كده انه يشيل الاكونت بتاع الشغل ده، بس الطلب ده واضح ان هو ما اتقبلش عشان الشخص ده لسه جديد في البيج فمعرفش يشيل ادم شخص موجود. فبس بالصدفه كمان اكتشفت ان الشخص اللي عامل ده هو نفس الشخص اللي كان من يومين بعت لنفسه ادمن عندي. فخلاص عرفت اللعبه، ان الشخص ده بعت لنفسه ادمن عندي او هكر الاكونت بتاعي عشان يعرف يضيفني. عشان تضيف حد ادمن لازم يبقى عندك في الفريندز. فخلاص عرفت اللعبه بقى ايه، ودخلت سالت كذا حد قال لي ده دي في مينت، انت هتدخل من البيزنس اكونت بتاعك تعمل، ما دام انت بيج اونر او انت اللي عامل البيج فخلاص هتعمل طلب او تعمل ريبورت الفيسبوك وكده بالبيزنس اكونت بتاعك ده، ما دام انت بيج اونر هتعمل طلب ده هيتشال في دقيقه. اكتشفت ايه بقى تاني، ان انا من السذاجه بتاعتي ان انا ما كنتش عامل نفسي حاجه اسمها بيج اونر. فدي حاجه انا بنصح بيها اي حد عنده بيج على فيسبوك، ادخل دلوقتي حالا 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 اتاكد ان انت عامل فيسبوك بيزنس اكاونت وان انت عامل نفسك حاجه اسمها بيج اونر. المشكله بقى عندي ان انا ايه، ان البيزنس اكاونت ده هو دخل عمله باسمي بالاكاونت بتاعي لانه كان مهكر الاكاونت بتاعي ما اعرفش ازاي، وعمل بيزنس اكاونت وعمل نفسه بيج اونر. فكده خلصت. دخلت سالت اكتر من حد بيفهم في السوشيال ميديا وبيشتغل في المجال ده بقاله اكتر من سنه، قال لي خلاص يا معلم ما دام انت مش بيج اونر وما دام البيزنس اكاونت مش معاك فخلاص ملهاش اي حل. انت خريج ورا التكنيكال سبورت بتاعهم عشان هي ملهاش اي حل تاني، يعني انت مش هتعرف تحلها لوحدك للاسف يا عصام. يبقى انت محتاج بقى انك تعمل ريبورت زي ما انت عملت كده وتبعت ان هي اتسرقت منك، وربنا يسهل، غير كده للاسف صعب. فابتديت فعلا اسلم خلاص ان الموضوع مستحيل. ابتديت بقى افكر في خطط تانيه ازاي احنا هنتعامل الفتره الجايه، هنعمل بيج جديده، ننزل نفس البوستات اللي كنا بننزلها قبل كده، نوقف شغل، هنعمل ايه. خلاص كنت بتعامل على هذا الاساس. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ الحل الوحيد انك تفضل تبعت ريبورتات لفيسبوك وربما يردوا وربما ما يردوش.
بس هي ما فيهاش، لان هو دخل البيزنس اكاونت بتاعك، فما فيش حاجه تثبت ان ده مش انت، ده انت بالبيزنس اكاونت بتاعك. فخلاص يعني فقدت الامل، كل ما اسال حد يقول لي نفس الكلام. لحد ما كلمت مستر كريم طلعت، وده من الناس التقيلة يعني في الماركتنج، وبجد من اكتر الناس اللي ساعدتني، وحابب اشكره جدا ان هو بيشوف الفيديو ده. قال لي انه فعلا انت ما فيش حد هيحللك غير انك تتواصل دايركت مع فيسبوك، بس بدل ما بتتواصل عن طريق انك تبعت لهم ريبورتات كده وخلاص، تتواصل معاهم في شات، ان الشات ده بيبقى حد فعلا من الناس اللي شغاله في فيسبوك هو اللي هيرد عليك، فده هيسهل التواصل بسرعه، ويسهل ان هو يفهمك اكتر، يعني يعرف مشكلتك فين بالظبط. فعملت بيزنس اكونت جديد، وده وصل لي الطريقه بتاعت الشات، ومن هنا بقى كانت حل المشكله. كلمني حد من شات، يعني شخص فعلا هو بيكلمني، عشان كان بيرد برسائل مختلفه. انا عملت شاتنج مرتين او ثلاثه، عشان كل مره كنت بشرح له المشكله بطريقه مختلفه، حد ما كان بيجي لي ردود مختلفه يعني على نفس الكلام، فعرفت ان ده شخص فعلا من الكاستمر سيرفيس بتاعت فيسبوك وكده. فبس قعدت اشرح له المشكله، قلت له في الاخر انا دلوقتي ادمن البيدج معايا متحكم فيها، بس في حد تاني انا ما اعرفوش هو البيزنس اونر، وبنفس البيزنس اكاونت بتاعي، انا دلوقتي ما عنديش اكسس على البيزنس اكاونت. فهي دي الكور بتاعت المشكله، مش المشكله ان انا مش ادمن، لا انا رجعت ادمن تاني، بس انا ما عنديش اكسس على البيزنس اكاونت. فقال لي خلاص اجتت، او انا فهمت المشكله بتاعتك يعني في ايه بالظبط، وانا هتدخل في حل المشكله دي بشكل شخصي مع التيم المختص، وخلال 24 ساعه هنرد عليك وتكون المشكله اتحلت وما تقلقش وكده. وفعلا ما كملتش 24 ساعه، ما كملتش اصلا ساعه، بدخل على البيزنس اكاونتس اللي عندي، لقيت البيزنس اكاونت القديم اللي هو بيج اونر لقيته بقى ليه اكسس عليه، والناس اللي كانت على البيج الثانيه الايجنسي والحاجات الثانيه دي اتشالت، والحمد لله كانت هي دي حل المشكله، والاكاونت رجع لي، ولقيته اتحذف تلقائي كده بس، ورجعت ثاني بيج. فاللي انا عايز اقوله واللي انا عايز اكد عليه يا جدعان، اي حد عنده فيسبوك بيج دلوقتي حالا، مع ان انا متاكد ان اغلب الناس عامله الموضوع ده، بس ربما حد زي كده ما كانش واخد باله من النقطه دي، وفاكر نفسه ان هو ما دام هو اللي كان مكاريت البيج فهو البيج اونر، فلا، ادخل دلوقتي حالا اعمل حاجه اسمها بيزنس اكاونت، وممكن ابقى اعمل لكم الخطوات دلوقتي، واعمل نفسك بيج اونر، لان انت لو عملت الاثنين دول استحاله حد يشيلك من البيج، ولو حد شالك في ثانيه تعرف توصل له. الحاجات بقى اللي انا اتعلمتها على المصال شخصي، بعيدا عن حاجات التكنيكال اللي ممكن اكون اتعلمتها، زي ازاي بقى عندي فيسبوك بيزنس اكاونت، وازاي اتعامل معاه، ازاي لو عندي مشكله اعرف اتواصل دايركت مع فيسبوك في الشات واوصل لحل المشكله، ازاي اعمل كوبي من البيج بتاعتي، ان انا انسى كل البوستات وكل الحاجات دي في مره واحده، شويه حاجات كده تكنيكال اتعلمتها. بس بعيدا عن كل اللي اتعلمته في الموقف ده، فالحاجات البيرسونال اللي اتعلمتها شخصيا في الموقف او الازمه اللي انا عديت بيها دي كانت اكتر بكتير جدا، خاصه ان انا كان قبلها يعني كنت في شغل وحصل كام حاجه كده، فما بقتش شغال نفس الشغلانه اللي كنت شغالها دي. حسيت ان دي فعلا اشاره من ربنا بتاكد للواحد انه كل الحاجات اللي في حياتك اللي انت ممكن تبقى فاكر ان انت معتمد عليها في حياتك، سواء شغل، فلوس، علاقات، صحاب، بزنس، اي حاجه، الحاجات دي هش جدا، وفي ثانيه ممكن ما تبقاش معاك. اهم حاجه في وسط كل الخسائر اللي انت ممكن تبقى شايفها دي، انك تفضل كسبان نفسك، لان دي فعلا هي الحاجه اللي هتفضل مكمله معاك. انا عارف ان دي ممكن ده يبان شويه كلام تنميه بشريه، بس فعلا هي دي الحقيقه. لو انت في وسط اي حاجه بتخسرها في حياتك فضلت كسبان نفسك، تعرف تبني نفسك من جديد. لو انت شغال شغلانه وسبتها، هتعرف تدور على الف شغل تاني. لو انت عملت بيزنس او مشروع والمشروع ده خسر او وقع او حصل اي ازمه، لو انت كسبان نفسك فنفسك دي هتعرف تبني تاني، وهتعرف تطور تاني، ولو وقعت هتعرف تقوم الف مره. لو في نصيحه واحده او حاجه عايز اقولها لنفسي قبل ما اقولها لاي حد، انه مهما عديت بأزمات ومهما عديت بأي مشكله في حياتك، ففي وسط كل الخسائر دي حاول تفضل كسبان نفسك، وطبعا تفضل كسبان علاقتك بربنا، لان فعلا دي هي الحاجه اللي تفضل دايما معاك. اي حاجه في حياتك تانية ما بين الثانيه والتانيه مش هتلاقيها معاك، بس نفسك وعلاقتك بربنا فعلا هم اللي هيفضلوا مكملين معاك. بس لو وصلت لحد الحته دي من الفيديو، فحابب اشكرك جدا ان استحملت كل الرغي اللي انا عمال برغيه ده، شكرا جدا يعني. كمان قولوا لي ايه رايكم في السيت اب الجديد ده، عشان هو ده اللي هكون مصور فيه بعد كده. بس كده، سلام. والبوست ده مش نازل